أوقاتكم متابعين الكرام. اليوم راح نعلمكم شنو يعني الـ IE ratio أو الفترة الزمنية للشهيق مقارنة إلى الفترة الزمنية للزفير مع الدورة التنفسية، فراح نعلمكم طريقة الحساب، تابعوا يعني. متابعين الكرام، هسه نأخذ مثال مع تفسير للمصطلحات والأرقام والرموز اللي لازم نعرفها بالـ IE ratio. أولا الـ I يعني الـ inspiratory time أو وقت الشهيق، بينما الـ E تعني الـ expiratory time أو وقت الزفير، يعني الوقت اللي نحتاجه لإتمام عملية الزفير. نضيف مصطلح جديد اللي هو total cycle time، اللي هو الوقت الكلي أو الزمن الكلي للتنفس، وعادة شو يساوي inspiration زائد expiration. زين، حيجي واحد يقول شلون احنا نحسب الدورة التنفسية الكاملة؟ فعندنا الزمن على سرعة التنفس، الزمن اللي ناخذه خلال 60 ثانية أو خلال دقيقة واحدة على سرعة التنفس respiratory rate. هذا القانون كلش مهم بالحساب، وهسه راح ناخذ مثال حتى نتعلم شلون نحسب. فرضا عندي مريض respiratory rate مالته 12، والاي اي ريشيو احنا خليناها بالفنتيليتر 1:3. هسه شلون احسب وقت الشهيق واحسب وقت الزفير؟ مثل ما قلنا، اول شيء لازم احنا نطلع الدورة التنفسية، فالتوتال سايكل تايم شو يساوي الزمن اللي هو دقيقة واحدة يعني 60 ثانية على respiratory rate اللي هي 12، فنقول 60 تقسيم 12 حيطلع لنا 5. هسه طلعنا الدورة التنفسية الكاملة، يعني التنفس اذا خلينا respiratory 12 و IE ratio في الدورة التنفسية هي 5 ثواني. هسه هاي نعزلها. هسه حطلع الزمن بس للشهيق، فال I او time مال inspiration حقول الدورة التنفسية اللي هي 5 على ال I زائد ال E، يعني 5 على الـ IE ratio جيد 1:3 مثل ما قلنا. فهنا 1+3 يساوي 5/4 ويساوي 1.25 ثانية. فإذا هنا زمن الشهيق من هاي الدورة التنفسية كلها هو 1.25 ثانية. هسه شلون نحسب زمن الزفير؟ عندنا طريقتين، أما التوتال سايكل تايم ناقص الانسبيريشن، لو شو نقول؟ نقول الاكسبيريشن شو يساوي الاي ريشو، الاي شقد 1، الاي شقد 3، يعني 3 أضعاف زمن الزفير. فشو نقول؟ 3 في الانسبيراتوري تايم ويساوي 3 في 1.25، ويطلع لنا الناتج 3.75 سكند. وهنا هم نفس الشيء، اذا نقول 5 ناقص 1.25 حيطلع لنا نفس الرقم 3.75 كلها ثانية. فاذا يعني خلال 5 ثواني اذا كان respiratory rate 12 والاي اي ريشيو 1:3، فالوقت اللي ياخذه الفنتليتر حتى يطي شهيق هو 1.25 ثانية، بينما الوقت اللي ياخذه حتى يطي زفير، العفو يسحب الزفير 3.75 ثانية. وحتى اذا نريد نتاكد نقول 3.75 + 1.25 يطلع لنا نفس الرقم 5. هسه راح اعطيكم مثال اريد انتم تحلوه وتخلوه بالتعليقات. اذا كان الـ IE ratio 1:2 والrespiratory rate 10، حسبولي total cycle time، زمن الشهيق، زمن الزفير، وخلوه بالتعليقات. واللي عنده استفسار ايضا يقدر يسألنا. تحياتي لكم.